الشاب الوسيم شايفينه هون مسوى عملية لإنقاص الوزن، فنقص وزنه 40 كيلو. فلاحظوا قبل العملية كان عاطي كأنه يعني 10-15 سنة زيادة عن عمره الحقيقي بسبب الترهل اللي حصل بالخدين ومنطقة الفك وبالرقبة. طبعا شو الفرق الكبير صار ما بين قبل وبعد؟ الآن بعد العملية تحدد الخد، تحدد منطقة الفك والرقبة، تحددت بشكل كبير، والآن طبعا عطى عمره الحقيقي، رجع لعمره الحقيقي. فطبعا عملية شد وجه الرقبة ما تقتصر على فقط انه الكبار، او ممكن كمان اذا اشخاص حصل عندهم ترهلات بسبب بعد عمليات انقاص الوزن او استخدام الادوية الحديثة او العلاجات الحديثة لانقاص الوزن. فبالتالي ممكن تصير العملية عند عمر صغير اذا كان سبب الترهل سبب نقص الوزن الشديد. فطبعا العملية كلها تحت تخدير موضعي مع المهدئ. العملية تقريبا حوالي 2-3 ساعات ويوم وليلة بالمستشفى. بشار بزر معكم، مركزنا في لندن هاري ستريت ودبي شارع الشيخ زايد.